الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقلت لكم أنا قبل في مجلس من المجالس، عندكم مشروع، عندكم باب تدخلون إليه من أجل تخفيف المصاب، تهوين المصاب، وهو مشروع وباب الحسين عليه السلام، بل وأهل البيت سلام الله عليهم. ونحن نقف على هذا العزيز الغالي الشاب الغالي، نتذكر وقوف أمير المؤمنين على قبر فاطمة الزهراء. لكن بفارق، ها هناك فارق كبير، وقف الإمام، وقفنا على هذا الشاب بعد أن أبلناه وشيعناه وجئنا